ننتقل إلى أفعال الزمرة الثانية، ونذكركم بالقاعدة الأساسية: نأخذ جذر الفعل من الضمير نو بتصريفه بزمن البريزة، ونحذف النهاية ONS فقط هذه الثلاثة أحرف، ونضع الجذر بجانب الضمائر ونضيف النهاية. أفعال الزمرة الثانية كما علمتكم مسبقا هي فينير، أنهى، شوازير، اختار، ريوسير، نجح. كيف كنا نصرف فيرب فينير أنهى مع الضمير نو بزمن البريزة؟ حقيقة كنا نحذف النهاية ER ونضيف النهاية مع الضمير نو ESSONS على الشكل التالي. إذن فينير نحذف النهاية ونضيف ESSONS، فنكون قد صرفنا الفعل بزمن البريزة مع الضمير نو. نحذف النهاية فقط الـ ONS التي تظهر في اللون الأخضر، فيصبح الجذر فينيس. إذن فعل فينير أنهى جذره فينيس، وذلك حسب تصريفه مع الضمير نو. نحن بحاجة إلى الضمير نو بشكل أساسي لاشتقاق الجذر. في الزمرة الأولى اختصرنا القاعدة بحذف الـ ER، لكن هنا لا يمكن اختصارها فقط بحذف الـ ER، لكن علينا إضافة الـ ESS، وهذا ما يفرضه علينا تصريف الفعل مع الضمير نو. نعطي الجذر فينيس لكافة الضمائر الفاعل، ثم نضيف نفس النهايات التي شاهدناها بالزمرة الأولى، لأن الزمن له نهايات ثابتة. AES مع ج، AES مع ت، AET مع الإيل، EONS مع النو، EEZ مع الفو، AEENT مع الضمير إلى فيك إس. أصبح التصريف جاهزاً: جو فينيسي، تي فينيسي، إيل فينيسي، نو فينيسيون، vous finissiez, il finissait. هكذا تم تصريف فعل فينير بزمن الامبارفي، زمن الماضي المستمر او الماضي الناقص. اذا فعل فينير نصرفه مع الضمير نو يصبح نو فينيسون، نحذف الـ ONS يصبح الجذر فينيس، نعطي الجذر لكافة الضمائر الفاعل ونضيف نفس النهاية. مثال اخر: فيرب شوازير، فعل اختار، تصريفه مع الضمير نو نحذف النهاية ER ونضيف ESSONS، هكذا فعلنا بزمن البريزة، زمن الحاضر. نحذف الآن فقط الـ ONS، نحصل على الجذر وهو شوازيس. شوازيس، نعطي هذا الجذر لكافة الضمائر الفاعل، ثم نضيف نفس النهايات مع الج AES، مع T AES، مع الإيل AET، مع النو EONS، مع الفو EEZ، مع الإلافيك S AEENT. Je choisissais, tu choisissais, il choisissait, nous choisissions, vous choisissiez, il choisissait. إذن أفعال الزمرة الثانية: نقوم بتصريف الفعل مع الضمير نو بزمن البريزة، ونحذف فقط الـ ONS، أما الـ ESS لا نحذفها. نحن نتعلم قاعدة جديدة اليوم، نحذف فقط الـ ONS. هل يمكن اختصار قاعدة الزمرة الثانية؟ نعم، إليكم قاعدة الاختصار. اختصار قاعدة اشتقاق الجذر لأفعال الزمرة الثانية: نحذف النهاية ER من المصدر طبعا، ثم نضيف من عندنا ESS، فنحصل على الجذر مباشرة. إذن فينير نحذف النهاية ER، نضيف ESS، نحصل على الجذر. شوازير نحذف النهاية ER، نضيف النهاية ESS، أيضا نحصل على الجذر. وكل أفعال الزمرة الثانية هكذا تصريفها مع الضمير نو. لذلك نختصر القاعدة بحذف النهاية ER وإضافة ESS من عندنا، ثم نضيف النهايات المتعارف عليها AES، AES، AET، EONS، EEZ، AEENT. هذه هي أفعال الزمرة الثانية. ننتقل إلى أفعال الزمرة الثالثة، أو عفوا ننتقل إلى تقييم أول، وهذه جملة أولى. التقييم والاختبار إذا كان الفعل بنفس نفس الفعل بين قوسين هو اختبار نهاية. تفضلي يا إسراء. نعم يا إسراء، تفضلي، ما هو الحل؟ أستاذ الاختيار الأخير، أستاذ، نعم. المعتمد على النهاية الـ AEONT. تماما، أين الضمير الذي سنصرف معه؟
قبل الفراغ مباشرة وهو الضمير إيل أفيك إس يتطلب النهاية أنت. طبعا الإجابة الأولى مانجي نهاية آي إس هي نهاية الضمير جواتي. الإجابة الثانية آي تي نهاية الضمير إيل. ونحتاج الإجابة الثالثة النهاية آي أو أنت. جملة ثانية طبعا الفعل من الزمرة الأولى. تفضل يا شهد. لازم نختار الخيار الثاني لما عن الضمير إل ويأخذ النهاية آي تي. تماما الضمير إل يأخذ النهاية آي تي والفعل من الزمرة الأولى فيرب روغاردي فعل يشاهد. الجملة الثالثة تفضل يا سيدرا. أي أستاذ الضمير جي تمام نأخذ الخيار الأول نهايته آي إس. تماما الضمير ج الخيار الأول من أي زمرة الفعل يا سيدرا؟ يعني الزمرة الثانية. الزمرة الثانية نكون قد حذفنا الإي إر ووضعنا من عندنا إي إس إس ثم أضفنا النهاية فالفعل في نير أنهى نهاية مع الضمير ج آي إس. الجملة الرابعة تفضل يا زينب. أستاذ مختار الخيار الأخير لازلف بنوب عنا إل أفيك إس مختار الخيار الأخير النهاية آي أو إن تي. تماما الفاعل هنا ليس ضميرا إنما اسما لازلف التلاميذ. احفظوا هذه الكلمة كترجمة التلاميذ هي جمع مذكر الضمير الذي ينوب عنها هو الإيل أفيك إس إذن النهاية يجب أن تكون آي أو إن تي وهي الاحتمال الأخير. الجملة الخامسة تفضل يا سلافة. تفضل يا صفية. أستاذ هان عنا منى التساسور منى وأختها بينوب عنهن ضمير الإيل أفيك إس بتاخد آخر اختيار يلي نهايتها إي إس إس آي أون تي. تماما الفعل من أي زمرة؟ الزمرة الثانية هو فعل في ريوسير نجح. إذن الفاعل منى إيساسور منى وأختها مؤنث ومؤنث بينهما حرف العطف و فالنتيجة جمع الضمير هو إل أفيك إس النهاية يجب أن تكون آي أو إن تي.